تقدم حزب الحرية المصري بالشكر والتقدير إلى الحكومة السابقة لما قدمته من مجهودات ومقترحات في حدود الإمكانات المتاحة. وأعرب النائب أحمد مهنا نائب رئيس حزب الحرية المصري عن تمنياته لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتوفيق في مهامه القادمة لتحقيق إنجازات كبيرة وجديدة في المرحلة المقبلة، وأن يوفق في اختيار ذوي الخبرات القادرين على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.